السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نستطيع تنظيم علاقتنا مع الموبايل وتعلم العادات والأفكار المفيدة وترك العادات الغير مفيدة والغير صحية وتقوية عضلات الإرادة والاستمرارية؟ فسوف أخذ المثال على استعمال الموبايل وبصورة مستمرة ونعتبره إدمان، وكطبيبة أعتبره سرطان. وما هو تعريف الإدمان؟ الإدمان هو استعمال مادة أو قيام بتصرف، مثلا استعمال التليفون للحصول على السعادة والاستحسان والاسترخاء وهدوء العقل والجسم وتخفيف الألم والقلق والتوتر الداخلي الذي نشعر به بصورة مستمرة. وقد يكون هذا الألم أو الصدمة هي حقيقية أو قد تكون غير واقعية وتخيل. الدماغ يتصور بأنه تعبان وقلق وخوف، أو عندنا شدة ومواجهة شدة. فمثلا بالنسبة للطلاب الدراسة تحتاج إلى التركيز وإلى قضاء الوقت للتعلم، وأي عملية تعمل هي تحتاج إلى التركيز الآن وفي هذا الوقت وفي هذا المكان، وهذه عملية صعبة. ولذلك فإن المدمنين هم ناس طيبين ولكنهم يستعملون هذه الطرق للتخفيف عن آلامهم. والمشكلة هو عند الاستمرار وعندما تصبح حالة مزمنة. فالمدمن يبدأ بالحصول على الأضرار الجانبية العقلية والنفسية والروحية والجسمية، ويستمر في العادة للحصول على الراحة، ولكن خلايا الدماغ سوف لا تستجيب. لماذا؟ لأن خلايا الدماغ التي يحفزها المواد التي يأخذها المدمنين، مثلا المخدرات أو الكافيين في القهوة والشاي بصورة مستمرة، أو النيكوتين في عملية التدخين، أو عمليات الجنس الغير شرعية، أو استعمال الموبايل. والآن سوف أركز على استعمال الموبايل كمثال، أو أكل السكر والكيكات والحلويات والبقلاوة والزلابية وكل هذه الأشياء الطيبة. المشكلة خلايا الدماغ تتحفز وتفرز الدوبامين وتفرز الكورتيزون والأدرينالين ونور أدرينالين، ويسموها أبينفرين ونور أبينفرين، ودائما في عملية وحالة تحفز. فالخلايا الدماغ سوف تموت بعد فترة طويلة من الزمن، أو قد تغلق مستقبلاتها ولا تستجيب لهذه الحوافز، لأن الجسم يكيف نفسه للمشاكل ويحاول الحفاظ على الصحة وعلى البالانس، ولكن المدمن يستمر في عمله هذا. وأحسن مثال هو عندي بنا هندي في لندن يدخن بصورة مستمرة ويشرب الكحول وتوفى بسرطان الرئة ولم يستطع التوقف، وهو إنسان ذكي وعامل جيد، ولكن مات في سبيل الإدمان. وهناك أيضا هندي آخر في عمر 40 يشرب الكحول وتوفى بسبب الكحول، لأنه سبب تليف في الكبد، وكان يشرب الكحول حتى في المستشفى لا يستطيع. فهناك الدماغ يريد يأخذ هذه المادة فتؤدي إلى الوفاة. أما الموبايل أو التليفون فباستعماله لفترة طويلة فسوف تؤثر على عمل الطالب. عمل الطالب هو الدراسة، فبإدمانه على التليفون فسوف يتوقف عن الدراسة ولا يحب الذهاب إلى المدرسة، وهذا سوف يؤثر على دراسته في الوقت
الحاضر وفي المستقبل، ويؤدي على مستقبله وما هي الكلية التي سوف يدخلها وما هو العمل الذي سيقوم فيه، ويصبح إنسانا بسيطا وعاديا ولا يصل ويحقق أهدافه. ولقد أجريت تجارب بمشاهدة التليفون أثناء الليل ولمدة 30 يوم، فهؤلاء البشر الذي أجريت عليهم التجارب أصيبوا بالقلق وتشوش الدماغ، صاروا مضبضب كلاودي أو فوقي، فوق يعني معناته الضباب، وأصيبوا بالكآبة والضغط النفسي والتوتر، وأصبحوا يميلون إلى أكل السكر وإلى أكل الحلويات. فهذه لماذا؟ لأنه لم يناموا في الليل وعرضوا عيونهم إلى الشاشات الساطعة، والنوم كما قلنا هو مهم. ولماذا مهم؟ لأن كل خلايا الجسم هي تعمل أوتوماتيكيا وبصورة توقيت وحسب جدول زمني، فعملها أثناء النهار وإفرازها الهرمونات ووظائف الخلايا أثناء النهار تختلف عن وظائف الخلايا والهرمونات التي تفرزها أثناء الليل. فإن مشاهدة الموبايل وتصفح السوشيال ميديا يعني الصفحات الاجتماعية فتؤثر على حياتنا وتسبب لنا التوتر والقلق والخوف، وخاصة عند مشاهدتنا الحروب والموت والدمار الذي يحدث في العالم. وحجة هؤلاء أنه نريد أن نعرف ماذا يجري في العالم، وهذا صح، ولكن نرى هذه الأشياء السلبية، ولكن ماذا أنت عملت لحل هذه المشاكل؟ وما هي الأعمال التي ساعدت فيها لتخفيف هذه المصائب؟ إن التاريخ البشري مر بالحروب وفي الصراعات ما بين الحضارات، والصراع ما بين الشرق والغرب، والاستعمار والاحتلالات والمصائب، ولكن هذا شيء طبيعي في الحضارة الإنسانية، وكيف تصعد الحضارات وتعيش مثل العضو الحي، تبدي بيبي وبعدين تكبر وتتقوى وبعدين تبدي بالهبوط، هناك صراع. ولكن المشكلة إحنا كبشر، فعندما نشاهد هذه الأخبار السيئة والحروب فيصبح تحفيز في أدمغتنا، والخلايا تبدأ تتهيج، وهناك اسم جديد في الطب يسمى بوبكورن برين. بوبكورن يعني الذرة عندما تحميها بالأجهزة وتقوم تبقبق وتصير شامية، فهاي خلايا الدماغ تصير هيك. وفي الطب نستعمل الأكل لتوضيح الأمور، فمثلا أكو كتاب ويت بلي يعني البطن الكبيرة أو الكرش نتيجة أكل الحمطة والبلوتي، وهذا كتاب يسموه ويت بلي ومؤلفه الدكتور ويليام ديفيس. وكذلك اكو كتاب اسمه جرين برين يعني الدماغ الملتهب نتيجه اكل الحبوب الكامله. فنرجع على الاطفال والمراهقين والبالغين الذين يستعملون الموبايل وتلتصق وجوههم مع الشاشه. ولقد أعتبر بأن استعمال الموبايل مثل الأكل، فإحنا بالأكل هسه ننصح بالصوم المتقطع وتايم ريستريكتد إيتينج يعني نأكل في وقت محدد، وننصح أحسن شيء 16 ساعة صوم ما نأكل، ونخلي الصوم خلال فترة النوم 8 ساعات وقبلها فد 4 ساعات وورا ما نستيقظها في الساعتين. فممكن أن نستعمل هذه الطريقة مع استعمال الموبايل، فهاي تعلمنا على الصبر وتعويد أدمغتنا على الاستعمال الصحي مثل الأكل الصحي. بعدين ننصح نوعية الأكل، هل هي أورغانيك أو هي جنك فود بروسيس فود من الأسواق. فعلينا أن نعرف ماذا نشاهد وماذا نستعمل التليفون، هل نستعمله للتكلم مع الصديقات ومع الأحباب وكذلك التواصل الاجتماعي أو مشاهدة الأفلام طوال الوقت كما قالت لي هذه الشابة. فالتواصل الاجتماعي
هو جيد إذا كنا نعيش في أقطارٍ بعيدة، ولكن إذا كنا نعيش في نفس المكان فأصح للدماغ هو أن نتقابل شخصياً. وهناك مقولة: كلما ازداد استعمالنا للصفحات الاجتماعية للتواصل كلما زادت وحدتنا، وكلما صار شعورنا بالوحدة أقوى. زين، فهسه بالصوم مرات ننصح بالصوم الطويل، فنصوم 36 ساعة، 3 أيام، 5 أيام، قسم شهر إذا مصابين بالسمنة الهواية. وهذه يستعملوها الآن بعض الناس أنهم يقررون لا يستعمل التليفون لمدة 36 ساعة أو 3 أيام أو 5 أيام، هو يقرر ويبعده، يقفله أو يطيل أحد يصير بعيد عليه، وحتى واحد عالم أعصاب يخليه فوق السطح حتى ما يصير عنده هذه الحالة، ويروح يشيك الإيميلز ويشيك المسجات والتكس اللي يجته. إن استعمال الموبايل للتخفيف عن الألم الداخلي والذي نشعر به فهو يفيدك في البداية، ولكن مع استمرار الوقت فلا يفيد ويؤذي. وننصح بالخطوات الصغيرة، مثلا لا تشوف الموبايل 10 دقائق 20 دقيقة، وبعدين قوي نفسك واستمر على الامتناع وتخليه على الاير بلين مود وتطفيه. مثل الرياضة، انت ما تقدر كل شيء ما تتريض وقاعد طوال الوقت وتروح تصير رياضي وتمشي ساعة، لا، امشي 5 دقائق، او مثلا من تصعد الدرج اصعد خطوتي وبعدين شوي شوي زيدها. المهم الزيد العملية الجيدة وتستمر عليها يوميا حتى الدوائر العصبية في الدماغ تتقوى، الدوائر الجديدة للعادات الجديدة الصحية، وبعدين تكبر وتتقوى وتتغلب على الدوائر العصبية التي في الدماغ التي تقوم بالأعمال الرديئة وفي الإدمان. طبعا الإدمان هو قد يكون بسيط فإحنا نقدر نسيطر عليه، أو متوسط ونستطيع أن يساعدون الآخرين، وإنما إذا كان لفترة طويلة وقد أثر على صحتنا فعلينا أن يعني نأخذ بروفيشنال، ناس متخصصين في علم التصرفات أو في علوم يسموهم سايكولوجيست، أو في علوم الأمراض العقلية ونسميهم سايكاتريست. فالتليفون هو مهم مثل الأكل وضروري، ولكن للقيام بالأعمال. فمثلا طبيب أخصائي يستعمل التليفون للقيام بعمله الطبي، مثلا يحول مريض على أخصائي آخر، أو يعطي معلومة إلى المريض ويقول له ادرس هذا الموضوع أو باوع هذا الفيديو يوتيوب، فهو مفيد للاستفادة والتعلم. ولكن الموبايل هو ليس للتخفيف عن الألم، فإحنا إذا كنا واعين أو الناس اللي حولنا واعين فعلينا أن نكتب ماذا نشعر به ونتناقش به، و نبدي نحل هذه المشاكل بطريقة صحية وعلمية ومعرفية، وأن لا نستعمل التجنب أو أدوات الإدمان مثل الموبايل. فكل شغل إلى أصوله، فمثلا واحد يروح للتواليت، هو تروح للتواليت حتى يقوم بالأعمال الفيزيولوجية مالته، مو يأخذ الموبايل أو الآيباد ويصفح الصفحات الاجتماعية، فهذا خطأ. ولكل موقع شغلة، فمثلا انت ما تروح تاكل حتى بالتواليت، هذا غلط، فاعتبره مثل الأكل. لازم احنا نقول أكل نقعد على الميز أو على المنضدة ونهضم ونعلس ونقرأ صلاة أو قرآن أو نشكر الله على هذا الأكل اللي راح نأكله، وكذلك عند استعمالك الموبايل. والخلاصة هو أن نعمل حدود، ما في حرية بالاستعمال، حدود بيننا وبين الموبايل وبين طرق التكنولوجيا الأخرى، لأن الدماغ
ومركز العواطف اللي يسموه أميجدالا سوف يتحفز وسوف يشوش على القشرة الدماغية الجديدة التي فوق الأنف وفوق العينين، ويؤدي إلى ADHD التهيج وعدم الاستقرار وعدم الاستراحة وعدم الهدوء وعدم القيام بالعمل. بالنسبة للأكل نقول لا تأكل طول النهار، وكذلك بالنسبة للموبايل حتى لو أنت صمت 16 ساعة وبديت 8 ساعات، فبالأكل نبدي أول وجبة، أول ما نبدأ بقطع الصوم ونهاية الوجبة، يعني آخر لقمة هي 8 ساعات. نوعية الأكل راح نشوف بهذا الموبايل وشون تستعمله، كم مرة راح تستعمله، والتوقيت، التوقيت كلش مهم. فالتعرض للضوء الساطع مع الشاشات بالليل واللون الأزرق فيخربط الدماغ، والدماغ يعتبره نهار، والنوم يصبح قليل وغير صحي. فإن هذه التكنولوجيا تحتاج إلى المعرفة وإلى تحديد الأوقات التي نستعملها وما هي نوعية المعلومات التي نريد أن نتعلمها. وهناك قول يقول بأن الصورة تعادل 1000 كلمة، وهو مثل صيني، ولقد تعلمت هذه المثل الصيني في قاعة العمليات في لندن عندما كنت أشاهد عمليات الناظور. فبدأنا بالطب نأخذ تصاوير لتوثيق الحالة الطبية داخل البطن. الموبايل علينا أن نعامله مثل التدخين ومثل الكحول ومثل الجنس الغير شرعي ومثل الأكل السكريات والأكل الغير صحي وطول الوقت، وهذا لتسهيل الأمور على أدمغتنا. والموبايل هو بأشعة يسموها EMF وهي Electromagnetic Field، وعند استعمالها سوف تؤثر على النظر، والشبكية للعين هي جزء من الدماغ موجودة في العين، ويضعف النظر، وهناك عدد كبير من الناس يصابون بضعف النظر. وهذه الأشعة التي يستعملها الموبايل هي قوية جدا، وهي مثل المايكروويف، وخصوصا عند الأطفال، فإن عظام الجمجمة هي غير صلبة وخفيفة، ودخول هذه الأشعة يكون عميقا على الخلايا العصبية، وقد لا تشعر بالأضرار الجانبية رأسا، ولكن تظهر هذه الأضرار عند استعمالنا المزمن لهذا الجهاز. والوقاية هي خير من العلاج، ويقصد بخير من العلاج هي أرخص ومفيدة أحسن، وعلينا أن نفكر قبل إعطائنا الموبايل إلى الطفل حتى يتونس على الكرتون، أو عند فتح شاشات التلفزيون للأطفال. وهناك ناس كثيرين لا يشاهدون التلفزيون ولا يملكون التلفزيون في البيوت، وهذه عادة غريبة، ولكن أجدادنا لم يشاهدوا التلفزيون وهي عادة جديدة. وحتى لو كان التلفزيون فهناك علينا التحديد والتوقيت وعدد المرات وماذا نشاهد. وأتمنى أن يكون هذا الموضوع وهذه المعلومة مفيدة وواضحة، وشكرا وإلى اللقاء ومع السلامة.